يمكن معنا موضوع تاني من الموضوعات يعني التي لا تقل أهمية تحديدا، لأن وفقا للتصريحات والبيانات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن في نسبة كبيرة جدا من الطلاق ما بين صغار السن تحديدا. عشان كده في تضافر لكافة الجهات المعنية بهذا الشأن للحد من هذه الظاهرة. امبارح أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن دورات تدريبية. الدورات دي للمقبلين على الزواج، واللي بتستهدف بطبيعة الحال الخاص بها يعني التعريف بضوابط العلاقة أو العلاقات الأسرية والمودة والرحمة بين الزوجين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين كلهم. يعني دكتور، في البداية يعني بنحييكم على هذا المجهود تحديدا، لكن عاوزين نعرف أهمية هذه الدورات تحديدا للمقبلين على الزواج. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وموالاه وسادة بهداه وبعد. طبعا زي ما حضرتك اتكلمت، ومعظمنا يعرف دلوقتي انه كثير من الأسر فيها عدد من الإشكالات المبنية على أمور متنوعة. فطبعا كثير من الموضوعات اللي اتدخلنا فيها لحل النزاعات الأسرية دي من خلال وحدة لم الشمس اللي أطلقها مركز الأزهر العالمي للفتوى في 16/4/2018، عملنا حصر للمشكلات دي اللي اتدخلنا فيها على أرض الواقع، وعملنا فريق علمي مكون من اساتذه في الطب النفسي واساتذه في علم النفس والاجتماع، اساتذه في علوم التربيه والسلوك، اساتذه في علوم الدين والشريعه، حتى يخرجوا بحلول لهذه المشكلات. معلش يا دكتور اسامه، يعني انا اسفه على المقاطعه بس عشان نفهم، دي دورات خاصه بالمتجوزين بقى مش المقبلين على الزواج، مبادره لم الشمل. ما هو احنا بنينا الدورات اللي بنعطيها دلوقتي على الإشكالات اللي موجودة. احنا قلنا ليه الإشكالات دي موجودة؟ ليه المشاكل دي بتكون موجودة بعد الزواج؟ طب ما احنا نعالجها، نعمل خطوة استباقية تحصينية للأسرة صحيح قبل ما تحصل هذه المشكلات، ونرجع نقول عايزين نعالجها أو يلجأوا للمحكمة أو يلجأوا لأي طرف من الأطراف أو القضاء العرفي أو أي حاجة علشان يحلوا النزاعات اللي بينهم. طب ما احنا نفهمهم أصلا طبيعة الحياة الزوجية والعلاقة الأسرية اللي هي اصلا مبنيه على الموده والرحمه، واساسها السكينه ليست هذه النزاعات، اساسها ان احنا نبني مجتمع امن واسره مستقره. صحيح. والاسره دي كلها هي الركن الرسيم في المجتمعات وحجر الزاويه فيه. لذلك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في عدد من المرات وفي المداخلات التلفزيونية على موضوع الأسرة وأهمية الأسرة. صحيح، وإعادة تأهيل المقبلين على الزواج تحديدا كمان. نعم، إعادة تأهيل المقبلين على الزواج، وعندنا في نفس البرنامج برضو برامج متخصصة أو دورات متخصصة لتأهيل المتزوجين كذلك. نعم. وفي مرحلة في نفس البرنامج للتعليم ما قبل الجامعة. نعم. مهم جدا التعليم ما قبل الجامعي ده يا دكتور. تمام، وكذلك طيب. للتعليم الجامعي دكتور. طيب. خليني اسال حضرتك سؤال هنا، ويعني احنا هنا برضو بنعتمد على سعه صدرك لينا واستيعابك لكل الاسئله اللي احنا بنقولها، معلش هنطول على حضرتك يعني. لا أبداً. دلوقتي في دورات تانية موجوده لوزاره التضامن الاجتماعي على سبيل المثال، زي مبادره موده برضه بتستهدف نفس الفكره، هل في نوع من انواع التشارك او التضافر ما بين الجهود الخاصه بحضراتكم والتضامن الاجتماعي وغيرها من المؤسسات اللي بتقدم يعني بصراحه نموذج محترم زي اللي حضراتكم بتعملوه لتاهيل المقبلين على الزواج والحد من ظاهره الطلاق تحديدا لصغار السن؟ طبعا في تنسيق بين الازهر بصفه عامه. نعم. مع جميع مؤسسات الدولة في قضايا الوعي وتصحيح المفاهيم اللي منها طبعا قضايا الأسرة. صحيح. وفي تنسيق خاص بين مركز الأزهر العالمي للفتوى وعدد من المؤسسات والوزارات، وكذلك بروتوكولات تعاون مش فقط تنسيق، علشان احنا مثلا نازلين محافظة كذا فيبقى معانا الوزارة الفلانية أو مفهوم. وزارة الشباب أو وزارة التضامن، لا، في تنسيق كامل لما بنيجي ننزل أي محافظة للقاء جماهيري متعلق
كذلك بقضايا الأسرة، بننسق مع جميع الوزارات سواء وزارة التربية والتعليم أو وزارة الأوقاف أو التعليم العالي في الجامعات أو وزارة التضامن أو المجلس القومي للمرأة. يعني احنا عندنا الأسبوع القادم فقط خلال السبع أيام القادمين عندنا لقاءات مع المجلس القومي للمرأة في خمس محافظات، منها محافظة الوادي الجديد، منها محافظة أسيوط، منها محافظة بني سويف، عدد من المحافظات اللي هنروح فيها للناس لحد عندهم علشان ندي محاضرات متعلقة بقضايا الوعي بمشاكل الأسرة وتصحيح المفاهيم الزوجية المتعلقة بهذه الأمور التي قد يترتب عليها مشكلات في المستقبل. صحيح. طيب دكتور أسامة، يمكن نقطة هامة جدا، من يقدم النصيحة؟ ويمكن دي دايما بتبقى من أكبر الحاجات اللي ممكن تصلح بين الأزواج أو تعمل مشكلة كبيرة. مين اللي بيقدم النصيحة وإزاي بيتم تدريبه علشان يكون قريب من الشباب، قريب من أفكارهم، لغته شبه الشباب علشان يسمعوا؟ طبعا هو كان الدافع الأساسي لحصول هذه الدورات عدد الاتصالات المتعلقة بالمشاكل الأسرية القادمة الوالدة إلى مركز الأزهر في الفتوى. فالاتصالات دي هي اللي دفعتنا دفعا للنزول إلى المجتمع وللنزول للشارع. ما ينفعش يبقى هذه المشكلات موجودة وإحنا ما نتدخلش فيها لنشر الوعي وتصحيح هذه المسارات. فاتبنى عليها الفريق الاستشاري العلمي أو الفريق العلمي اللي أعد هذه المحتويات، فيه أساتذة في الطب النفسي، أساتذة في علم النفس والاجتماع، دول علشان يعملوا إيه؟ مش بس يبقى المحتوى ديني وإن إحنا نقول له حرام وحلال، لا، هي المسألة مش هتمشي كده، لأن إحنا نازلين بشكل ممنهج نعدل، أيوه، نعدل سلوك متعلق بمشكلة معينة. صحيح. نعدل طريقة معينة في تربية الأبناء اللي بتعمل مشاكل للزوج والزوجه بعد كده. هو صحيح. يقول لها فلازم تشوف الخلل الاسري اللي موجود سواء كان نفسي او غيره. عشان كده سؤالي لحضرتك دلوقتي يا دكتور، ايه هي محاور تدريب بقى المقبلين على الزواج لديكم؟ اهم المحاور اللي بنستهدف بيها المجتمع في البرنامج اللي تم الاعلان عنه، نعم، طبعا اسس اختيار شريك الحياه، ازاي يختار شريك حياته وعلى أي أساس يختار شريك الحياة وما هي المعايير المناسبة لهذا الأمر، وكل فرد بيختار لنفسه المعايير المناسبة اللي من خلالها بيحقق استقرار أسري بعد كده واستقرار مجتمعي، لأنه إذا اضطرب الاستقرار الأسري بالنسبة له هيضطرب الاستقرار المجتمعي فيما بعد. نعم. زوج وزوجة كل واحد في اتجاه، الأبناء طبعا في اتجاه، وفي كثير من الأحيان الأبناء بيبقوا فرحين ومبسوطين ان كل واحد من الاباء في اتجاه، لان ده بيحاول يدلعه على حساب الاخر ويديله كل متطلباته، بيعمل له نوع من الحريه. وفي بعض الاسر للاسف بيستثمروا الابناء كورق الضغط على بعضهم. صحيح. صحيح. فدي بتبقى مشكله كبيره جدا. فبنحاول ان احنا نؤكد على كيفيه اختيار شريك الحياه او اسس اختيار شريك الحياه، وكذلك بناكد على ضوابط معينه للخصبه علشان يكون في حدود واطر لحد ما يوصلوا لمرحلة الزواج. وبعد كده طبعا المتدرب اللي تلقى قدر كبير جدا من التدريب قبل ما يخوض هذه المسألة أو التدريب للمقبلين على الزواج وتأهيلهم بشكل صحيح، بنبين الهدف أصلا من تكوين الأسرة علشان الهدف عظيم يبقى ما يترتب عليه أعظم. الهدف اللي احنا بنأكد من خلاله او الهدف اللي احنا بنبني من خلاله اسره، ان احنا نبني مجتمع، احنا اولا صح اصحاب رساله كاسره، يبقى لازم نكمل رسالتنا بما لانه الاسره يا دكتور هي نواه المجتمع. فبكل تاكيد لازم يكون في قدر كبير من الوعي لكل يعني شاب وفتاه وهم مقدمين على خطوه كبيرة زي دي في حياتهم. بنشكر حضرتك الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على وجودك معنا النهارده.